وليس يضرك الإقتار، لأنك غنيت بمعرفة الغني. ألم يكونوا يقولون في الدعاء: اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. وليس يضرك الإقتار يوما إذا ما أنت ربك قد عرفت، إذا عرفت ربك وأنه الرازق وأنه الذي يوسع عليك وأنه هو الذي يبتليك بالفقر كما يبتليك بالغنى، يبتليك بالغنى ليرى أتحسن إلى خلقه كما أحسن إليك، ويبتليك بالفقر ليرى أتعبده في الدراء كما تعبده في السراء، أتقبل عليه في الدراء كما تقبل عليه في السراء. أمنك إذا أصابك الخير اطمأننت به، وإن مسك الضر انحرفت جانبا عن ربك. هذا من عرف ربه لم يضره ما فاته. من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فلم يجد شيء، فقد فقد كل شيء. حدثت مرة جدي رحمة الله عليه قبل أن يموت، مرض بنحو 4 سنين مرضا في رأسه، فكنت إذا غبت عنه أياما إذا جئته ربما لا يعرفك، وأنت أحد بنيه أو بنيه. فكان يحدثني ابن عمتي مرة قال لي: جئت جدي، فسلمت عليه فرد عليه، فقلت له: جدي عرفتني؟ جدي رحمة الله عليه لم يعرفه، فقاله نظر إليه وقال له: الذي يعرف الله خير من الذي يعرفكم. وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت. هذا هو، إذا عرفت ربك وقصدته وقارعت بابه وأنخت في ناء طاعته وحططت به ركابك وحللت به وأنزلت به رحالك، كم لك عنده من جميل. ربك يناديك، يخبرك بوعده لك: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. والقضية فقط هناك، هنا أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كيف كانت حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو هريرة من أصحاب الصفة، إذا جاء بأكل أكل، إذا لم يتذكره أحد المسلمين بات جائعا، يربط الحجر على بطنه لئلا يؤلمه الجوع. أبو هريرة صار أميرا على المدينة، صار يتمخط في الكتان، يتمخط في الكتان، هو الذي كان لا يجد ما يأكله، صار يتمخط في الكتان وهو يتعجب، يقول: بخيل بخيل، أبو هريرة يتمخط في الكتان. يعني شوف، صارت له بستان، مزرعة، هو أبو هريرة تصير له مزرعة. هذا فكان إذا دخل مزرعته رفع تكون فيها أمه، فيرفع صوته: السلام عليكم ورحمة الله، فترد أمه: وعليك السلام ورحمة الله، فيقول لها: جزاك الله خيرا يا أمتاه كما ربيتني صغيرا. فتقوله: وأنت يا بني فجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص يصير له قصر بالعقل، أنس بن مالك الذي جاء خويدما يصير له قصر، وله الأبناء والأحفاد 100 نفر من أبنائه وأحفاده، هؤلاء الذين أدركوا حياته، له بستان ينتج الغلة كل عام مرتين. ثم أنت تبكي على الدنيا وتخاف؟ والله ما الدنيا أخشى عليكم، أخشى عليكم التنافس فيها، التنافس، هذا الذي وقع.
كم منزلك؟ 500 متر. أنا منزلي 5000. هذا 5000، أنا عندي 3 منازل، 10000 في الواحد. طيب أنت، طيب أنا في المشرق وفي المغرب وعندي بيت في هولندا وفي فرنسا وفي كذا وكذا. التنافس، التنافس فتهلككم كما أهلكتهم. تفضل يا سيدي.